ترندات الرقص على منصة تيك توك علاج نفسي لجيل الألفية أو جينيريشن زد حسب مجلة فوربس الأمريكية. نحن اليوم مودنا حلو من الأعراس إلى الرقص. ظاهرة الرقص في مقاطع الفيديو القصيرة ياسمين بدأت بالانتشار طبعاً مثل ما بنعرف خلال جائحة كورونا، لكنها لم تكن مقتصرة على الشباب. صحيح، هي انضم إليها العديد من الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة لطريقة لنشر الوعي ورفع المعنويات الناس خصوصاً في هذه الفترة الصعبة. لكن مع انتهاء الوباء تغيرت النظرة لرقصات تيك توك خاصة بالشرق الأوسط. البعض بيعتبر هالرقصات تهديد للقيم التقليدية في المجتمع. في بلدان مثل مصر يرى البعض أن هذه الرقصات كتهديد للقيم التقليدية، لدرجة أن العديد من المعروفات بفتيات التيك توك تم اعتقالهم بتهمات مختلفة تتمثل في التحريض على الفسق والفجور ونشر صور وفيديوهات مخلة لاستعراض أجسادهن بطريقة وصفت من قبل السلطات بأنها مثيرة للغرائز. من بين فتيات التيك توك اللي تم اعتقالهم حنين حسام التي قضت المحكمة بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر، و6 سنوات لمودة الأدهم بتهمة الاستغلال التجاري لطفلين، والحبس لمدة عام بحق موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي، وعامين أيضاً لهدير الهادي لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه. مهما تحكوا برضو مسمعين. موضوع رقصات تيك توك دفع الخبراء إلى حد التساؤل ما إذا كانت ترندات الرقص والغناء هذه على تطبيق تيك توك تعتبر جريمة أم لا؟ دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية يقول أن المجتمع العربي اختار محاسبة فتيات التيك توك بدلاً من مواجهة مشكلاته الحقيقية. لكن ما هي المشكلة برأيه ياسمين؟ طبعاً هو قصد أن المشكلة في الأساس هي تكمن في المجتمع الذكوري ورمي الأعباء والمشاكل على المرأة. لكن في الوقت نفسه يعارض خبراء آخرون هذه الرقصات خوفاً من استخدامها في عمليات التهديد والابتزاز الإلكتروني. والله نرى التيك توك كما ينجم يأثر بالباهي على الشباب سورتو، كما ينجم يأثر بالخايب أنه يبدل من السلوكيات متاحهم ويخرجهم على المبادئ اللي ترباوا عليها. تيك توك غير لي حياتي كلها من فوق لتحت، إن كان بشخصيتي، إن كان بسأتي بحالي، إن كان بالعالم ستعرفني أكتر. يعني كل واحد منا بيجري ورا الفلوس في الأول وفي الآخر، عرفت عليه كيف؟ فيعني عادي، يعني ممكن أنه وجهة نظر تحترم أنه يكون يعني مثلاً التيك توك بيجيب فلوس. والله سوق صورة تونس بالخايب، والناس اللي في البلدان العربية البرة معناتها قاعدين يشوف فيها على أساس تونس تونسيات كلهم هكيكة، لكن أحنا لا. أما التيك توك هذه معناها حكاية أفرق من الفارغة. التواصل الاجتماعي تخلي المخ يجمد. مفتاح للشهرة ديبانز على الكونتنت اللي عم بتقدمه، إذا عم بتقدم كونتنت عليه القدر والقيمة وعارف التارجت اودينس تبعك شو بده سو ايه، بس اذا عم بتقدم كونتنت ركيك او انه سوري بدي اقول لك رخيص لا رح يطلع عليك حكي. هو مصدر لبين الواحد قديش هو تافه مش اكثر من هيك. كل انسان عنده تفكير وعنده تقاليده ومعتقداته عادي. لمناقشة هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور هادي الصفا المتخصص في السلوك البشري. مرحبا دكتور، وسؤالي هو كيف تغير اليوم ما هو مقبول ومرفوض اليوم، وكيف قام التيك توك كتطبيق بتغيير حدود المنظومة أو منظومة القيم في المجتمع؟ يبدو أن انقطع الخط. الاتصال مع الدكتور هادي، نعود له بعد الفاصل. حاول بركي بعد الفاصل. ابقوا معنا مشاهدينا بعد الفاصل، مؤشر عالمي يكشف أين يجد الشباب سعادتهم في دول العالم. فما هي معايير سعادة الشباب اليوم، وكيف تقوم المجتمعات والمؤسسات بتقديم حياة أسعد لهم؟